عسى ما الناس الكل اسمي سرى وصلت لهم شامكم فيديو جديدة. نعرف لي انا غبت عليكم، نعرف لي انا اشك فهم كل انا غبت عليكم. انا غالب جي رمضان جي العيد وديجا مانيش قاعدة نقرا بالكل ملي في رمضان يمكن كملت كان جي تكتب باركة تنحكي لكم عليها في فيديو عليهم في فيديو واحدة اخرى. والفيديو هذي عاودة بور لا كتخيم على سنكي مفوفة ديت وارقت وحالتي تكرم وكل مرة معناها نعاودها لغالب. به دونك اش حبيت نحكي لكم اليوم؟ حبيت نحكي لكم نعمل لكم ابديت على الكتب اللي سمعتهم على اوديبل واللي كملتهم يعني وكل شيء وشفتوا فيهم الكتب اللي يساعدوا هكا الكتب دو بلاش وكل شيء. دونك اول كتاب نحكي لكم عليه هو نوتخون طون اللي هو اوريجينال اوديبل تلقاوه في اوديبل. الكتاب هذايا عباره على مش انتروغاتوار هما كانوا فما صحفي قاعد يسال في 5 بيرسون يسال فيهم هما الكولوم دي 30 اني ويسال شاك بيرسون شنو معناها شنو البيرسبكتيف نتاعو على الحب على العيشه على مثلا في كونجوغال على اي حاجه معناها في الدنيا. هما يجيبوا بمانيغ ضحك على الاخر معناها كل واحد باش يجاوب بالمانيغ نتاعو مانيغ ساركستيك فما اللي يجاوب سيريو حاسب ويسر تحفون على الاخر يضحك سورتو يساعد ليكتور دو بلاج للناس اللي تحب تقرا معناها في البحر. ننصحكم بيه تلقاوه على اوديبل. اونسويت سمعت زاد ذا شاينينغ نتاع ستيفن كينغ اللي عجبني على الاخر ويرتقي للكتب المفضلين تو عندي لستيفن كينغ. اي لافد على الاخر على الاخر على الاخر. الكتاب يحكي على جاك اللي هو بروف يونيفرسيتير عنده درينكين بروبلمز ضرب اتيديون غادي في الفاكولتي دونك طردوه. دبر جاك خدمة كان تونك اجون دو مانتونونس في اوتيل. الاوتيل هذا يسكر في الشتاء خاطر جاي في الجبال دونك يتغطى بالثلج وكل شيء دونك يتغطى يتسكر في الشتاء ويحبوا معناها كل كان باش يطلع الاوتيل في البريود هذيك. جاك عجبته الفكرة قال تيا معناها نقعد نكتب خاطر هو اكريفان ديجا قال نقعد نكتب كل شيء او ميم طون قاعد في البلاصة هذيك في الاوتيل كل شيء بيان سور شيز مه مرتو وولدو. غادي قبل ما يخرج الستاف معناها فما واحد باش يمشي يحكي مع ولد جاك باش يقول له انت زاد عندك جيفت كيفي انا كل شيء تستحق حاجه قولي وانا نجيك راهو انا نسمعك حتى كان انت ما تسمعنيش. قاعد ينبه فيه قولو كل الشامب غاديك ما تدخل لهيش حاسيلو يسر محلي الكتاب ما نحبش نعطيكم حتى دي ديتاي خاطر ماذا بكم انا دخلت معناها فريمون نسمع ما عندي حتى ادنى فكره علاش يحكي الكتاب و اي واز انجويين ات على الاخر وكملته منه مشيت حطيت الفيلم في جاك نيكولسون ابدا على الاخر ولو انه راهو ماهوش في ديل برشا للكتاب. الكتاب خير بألف مره اما الاداء نتاع جاك نيكولسون ات واز اميزينغ على الاخر. الكتاب يصير تحفون. ننصحكم تسمعوه. الصوت نتاع نتاع الناراتور في اوديبل ياسر تحفون على الاخر. ياسر عطا كاينو قاعد يمثل فيه مش قاعد يقرا فيه قاعد يمثل فيه اكزاكتومون. دونك اتس وورث ات واسمعوه ياسر تحفون على الاخر. الغلب سخون قبل عرفت ودخلت بعضي بيه. اونسويت شنو اخر سمعت على اوديبل؟ سمعت كتاب شيماماندا اديتشي اللي هو دير درا شنو اسمها اور 15 سوجيستن درا شنو مانيفستو راني عمري ما حفظته اسمه الكتاب اما عجبني على الاخر. اما اسم الكتاب عمري ما حفظته خاطر هو كومبليكي حسيته علينا اون بليس عندي مده ملي سمعته. الكتاب هذايا وحده بعثت ميل لشيماماندا قالت لها انصحني اعطيني دي كونسي كيفاش نربي بنتي باش تبدا فيمينيست. احنا عندنا مشكله في العالم العربي سورتو كو بالنسبه لينا فيمينيست معناها راهي تحب تخرج عريانه في الشارع ولا راهي تحب تدري شنو ولا سي با سا. احنا بيه اون في الفيمينيزم سي كو راهو كي فما مساواه معناها مساواه في كل شيء معناها مساواه مش معناها مساواه جونغ ما نعرفش انا جو دي نامبورت كو معناها مثلا مساواه في الميراث باغ اكزومبل كيما توا القانون قاعد يدور. اما مثلا هي تبدا تخدم وتقول له انت اصرف انت تصرف على الدار سي با سا. مساواه في كل شيء معناها نصرفوا مع بعضنا نستحقوا مع بعضنا كل شيء مع بعضنا. انا هذه رايي وما نحبش ندخل في الموضوع ديجا وكل شيء ما فهمتش كيفاش جبدتو.
لا علينا. بديت تعطي الشي ماماندا في دي كونسي، رجعت لها ان ايميل، هو ديجا على باز الايميل هي زدت عبيته معناها ثراته وخرجته اون طونك ليفر ديجا قصير، هو مش طويل ديجا في 4 سلوية حاجه هكا. في دي كونسي كيفاش معناها لازم تعلمها انها تحب انها تقرا، انها تكون روحها تكون ذاتها، مش تستنى البرنس شارمون باش يجي هو يحقق لها احلامها وطموحاتها. لازمها تربيها مثلا انها تحب الكتب، لازم تربيها انها المساواه ماهيش جوست كما قلت لكم في حاجات في ديبيليتي كما احنا مش بين الفيمينيزم معناها عباره على كيفاش نفسر لكم، ما عادش نقل الكلام فاسيل ما فهمتش بيني كاينو دا قاعدين يجوني فكر تن 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 نتاع ميساج قاعدة نقرا فيها كاينو معناها مش ماني ما جوستومون معناها كانوا كتالوج باش يعرفك شنو هو الفيمينيزم بالضبط. معناها انا عجبني على الاخر وشفت عليه ودايوغ نحب نزيد نقرا لها كتب اخرين شي مامانتا بما فيهم امريكانا. دونك ام نوت مسن ذات بوك. شنو اخر سمعت على اوديبل؟ شنو سمعت على اوديبل توا؟ سمعت سيمتيغ حكيت لكم عليه اون برانسيب. تلمو عندي باش ما عملتش فيديوهات ما عارفه شنو حكيت وشنو ما حكيت. سمعت سيمتيغ حكيت لكم عليه ديجا نذكر في فيديو واحده اخرى قلت لكم عجبني على الاخر. سمعت ايد زيد قلت لكم اللي هو عجبني على الاخر ولازم تقراوه. لازم تقرا شخطوطة وقريب تخرج ايت شابتر 2. فوالا توا ان شاء الله بروشينمون مانيش عارفة شنو باش نقرا، صبيت برشا كتب ومانيش عارفة شنو باش نقرا. بتاتخ باش نقرا او جنتلمان ان موسكو، صبيته على اوديبل وسونيا ديجا قالت it's her favorite book donc I trust her. معناها كل شيء مشي صبيته باش نقراه. صبيت زيدا the other half نتاع ستيفن كينج La part des ténèbres. صبيت دكتور سليب اللي هو توم دوم تاع ذا شاينينغ اللي هو الولد الصغير باش يكبر ونشوفو شنو باش يولي. متحمسة نحب نعرف شنو باش يولي. دونك بلوز مو هذا ما الكتب اللي قريتهم على اوديبل. بيان سور كان سمعت كتب اخرين ولكن نسيت كتب ما حكيتش عليهم كيما قلت لكم راهي الفيديو فريمون بالحق ماهيش متحضره جمله ولا غالب معناها جي انسيستي قلت خليني نصور توا سوغ ان كو تيت. هذه النتيجه بيان سور. دونك فوالا ما نعرفش كان الفيديو باش تعجبكم ولا لا، ما نسيتش على الاقل مديت وجهي. فوالا ان شاء الله ما نخيبش عليكم مره اخرى وان شاء الله نرجع نقرا باش نقرا علاش نحكي لكم ديجا لاباز و بلا انجوي ريدين انجوي يور سامر و باي باي.